السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا الكرام من مقال الكاتب وليد خالد أحمد في صحيفة كتابات، قد جاء بعنوان أي صحافة عراقية نريد؟ فالصحافة بلا حرية تموت وتصبح صحافة منشورات وشعارات ومقالات رمادية لا تتقدم بالطبع، تؤخر وتقتل الفكرة وتخمد التطلعات المستقبلية، ولا تجد من يقرأها خارج دائرة الملتزمين والمنتفعين. والصحافة التي ترتكب الموجات ليست الصحافة المرتجة في حياتنا العراقية اليوم. لا يمكن الحديث عن الظواهر السلبية دون الرجوع إلى أسبابها، والمشكلة الرئيسة هي محاولة جذب انتباه الناس إلى قضايا فرعية ربما تنسيهم القضايا الجوهرية. فهل نطلب المستحيل إذا نادينا بوطن حر خال من السجون التعسفية والقهرية؟ إن الفكرة تقع ضمن بند أحلام اليقظة، إذ يضيف الكاتب حلمنا بوطن ذو سيادة وبلا سجون قهرية سيتحقق بإرادة الطليعة المتنورة. لماذا لا تطالب هذه الصحافة بإعلان ميزانيات حقيقية لصرفيات الحكومة ووزاراتها يكون للرقم فيها قداسة ومصداقيته؟ لماذا لا تكشف هذه الصحافة ميزانية الأمن والدفاع بدل أن تكون سراً مكتوماً لا عن الشعب وإنما حتى عن أقرب المقربين من دائرة صنع القرار السياسي؟ لماذا لا تعالج حقيقة ارتباطات التيارات الدينية في العراق بالأجندات الأجنبية التي عانى منها المجتمع العراقي الأهوال كثيراً وما زال؟ نعم، الصحافة العراقية اليوم تعيش أزمة حقيقية وهي تسير من سيء إلى أسوأ، ولكن أزمتها هي أزمة المجتمع العراقي. إننا نعيش مرحلة انتقالية بكل ما تحمله من مظاهر الاضطراب والبلبلة والتردد والخوف والفوضى والهزات السياسية والاجتماعية، ولابد أن الصراع سيحسم الأزمة إما لصالح الحرية والعقلانية في هذا المجتمع، وإما لصالح قوى الظلام والجمود في الداخل والخارج. ومع الحسم الاجتماعي ستحسم أيضاً أزمة الصحافة، فإما صحافة حرة متحررة وناضجة، وإما صحافة مترددة وخائفة ولاهية. ومن موقع ألترا عراق نقرأ مقالاً بعنوان قبل أن تغادرنا بلاس خارت للكاتب حيدر الجوراني، ذكر فيه لم يكن تقرير صحيفة الجارديان بتاريخ 22 من كانون 2 يناير لهذا العام لم يكن التحقيق الاستقصائي الأول عن فساد منظمات وهيئات الأمم المتحدة في العالم، بيد أنه أول تحقيق صحفي استقصائي يفتح أبواب الأسئلة لتعقب شبكات الفساد لتلك البعثات منذ عملها في العراق بعد عام 2003. وتكاد تكون منظمات أو بعثات الأمم المتحدة في العراق أحد الخطوط الحمر التي لم يتجرأ أي أحد على كشف ملفات فسادها وتواطئها مع الحكومات العراقية المتعاقبة والمنظومة السياسية الحاكمة. وهنا أضاف الكاتب كالعادة مر ملف فساد فريد من نوعه مرور الكرام، فلا غرابة أن التخادمات الفاسدة بين المنظومة السياسية الحاكمة وتلك المنظمات تكشف ما دام أنهما يسبحان في فلك محكم بلا رقيب. في العام 2015 ارتكبت القوة الجوية الهولندية خطأً أثناء تنفيذ ضربة جوية ضمن عملية العزم المتأصل التي أطلقها التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وأودت إلى الكارثة بحياة 85 شهيداً من الأطفال والنساء المدنيين في الحويجة. وكانت جينين بلاسخارت آنذاك تشغل منصب وزيرة الدفاع الهولندي كمسؤول مباشر عن ذلك الخطأ، وبالرغم من اعتراف السلطات الهولندية بذلك الخطأ والتقصير
إلا أن بلاسخارت أفلتت من العقاب ومورس التعتيم والتضليل الإعلاميان عليها، لا بل كوفئت برئاسة البعثة الأممية لمساعدة العراقي يونيمي فيما بعد لسنوات طويلة. وفي السنة الماضية كشف أحد الصحفيين الاستقصائيين لصحيفة الأخبار الهولندية تقريراً استقصائياً آخر عن ضياع 4.5 مليون يورو كتعويضات خصصتها الحكومة الهولندية لضحايا الحويجة نتيجة خطأ الضربة الجوية التي كانت بلاسخارت المسؤول الأول والمباشر عنها. والأهم ما جاء في ذلك التقرير أن تلك التعويضات لم تذهب مباشرة إلى ذوي الضحايا كتعويضات، بل تم تمريرها عن طريق منظمة صندوق التنمية التابع للأمم المتحدة لإعادة إعمار العراق، واختفت في شبهات فساد ضمن حجم التمويل الذي كشف عنه تقرير صحيفة الغارديان الأخير، أي بمعنى أن الحكومة الهولندية ضربت عصفورين بحجر واحد. المبلغ المخصص كتعويضات لذوي الضحايا هو ذاته مساهمة هولندية لإعادة إعمار العراق. ومن موقع عربي 21 نقرأ مقالا بعنوان أمريكا هكذا تتعانق القنابل وحبات الأرز، للكاتب ساري عرابي، ذكر فيه أن التغييرات الجذرية على معنى العيش في هذا العالم تتفرد بها الإمبراطورية الأمريكية، وهي وحدها القادرة على تشييد مسرح بهذا الحجم الكوني، فيه سماوات وطائرات ضخمة ومئات آلاف الجوع من البشر ومئات آلاف المساكن المدمرة، بحيث تتعانق فيه آلاف القذائف مع آلاف الوجبات الغذائية. وربما في اندفاعات عبثية أخرى تلقي الطائرة الأمريكية يوما ما الورد على الغزين كي تصطبغ بدخان القنابل الأمريكية التي قتلت الغزين للتو. وأضاف الكاتب أن أمريكا هي التي اقترفت هذه الكارثة الإنسانية من مئات آلاف النازحين وعشرات آلاف القتلى والجرحى ومئات آلاف الجوع. أمريكا هي التي حولت غزة إلى صحراء محروقة صارت المساكن فيها ندوبا مسودة، وذلك بحطامها على سطحها. لا يحتاج المرء في هذه الحالة إلى البحث عن نوع المساعدات العسكرية الأمريكية وحجمها لإسرائيل، لأن المفارقة وحدها كافية للكشف عن الحقيقة العبثية التي تقترفها أمريكا بعظام الغزيين المسحوقة بالقنابل أو جلودهم المسحوقة بالجوع. وجبة طعام واحدة لن تكفي جائعاً واحداً يحتاج للغذاء المتدفق يومياً كأي إنسان في هذا العالم، ولكن قنبلة أمريكية طنية واحدة من تلك التي وهبتها لإسرائيل قتلت بالتأكيد مئات الفلسطينيين دفعة واحدة. ليس مهماً إذن عدد القنابل مقابل عدد حبات الأرز في الوجبات الأمريكية الساقطة على الغزيين. أمريكا هذه التي فعلت ذلك كله تعجز عن فرض تدفق المساعدات براً إلى المسرح الذي شيدته بنفسها، ثم يجد العالم نفسه متسائلاً لماذا تلقي الولايات المتحدة جواً المساعدات على الذين قتلتهم وجوعتهم وشردتهم ودمرت حياتهم؟ هذه القنابل الأمريكية كلها إذا أضيفت إليها سواها من المعدات واحتسبت إلى جانبها المليارات المقدمة لإسرائيل والتبني الكامل للدعاية الإسرائيلية ومنع الإمبراطورية بثقلها وقف الحرب دون الحاجة لتذكر الدعم الاستخباراتي أو الاعتداد بما قيل عن تدخل عسكري مباشر. ونقرأ افتتاحية لصحيفة القدس العربية عن نساء غزة في يوم المرأة العالمي، إذ احتفل العالم أمس الجمعة بذكرى يوم المرأة العالمي، وحيث تتركز الجهود الدولية على تحسين ظروف النساء، إذ كانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة خطتها لهذا العام الحالي فيما يخص نساء الدول العربية بشعار الاستثمار في المرأة، غير أن هذه الهيئة ونظيراتها من مؤسسات الأمم المتحدة وجدت نفسها فجأة
في خضم وضع فظيع وصعب يحاول التأقلم مع أشكال من المعاناة الهائلة لنساء فلسطين. وقد وثقت الهيئة عدد الفلسطينيات اللواتي قتلن منذ بدء الحرب بما يقرب من 9,000 امرأة، مرجحة أن يكون هذا الرقم أقل من العدد أن يكون أقل من العدد الفعلي. كذلك أعلنت عن قلقها الشديد إزاء تقارير انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات الفلسطينيات على أيدي ضباط الجيش الصهيوني، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والمعاملة المهينة في أثناء الاحتجاز. يكشف تقرير للجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء نشره أمس الخميس أن الإناث يشكلن 49% من إجمالي عدد السكان في فلسطين. هناك 1,130,000 امرأة في غزة، وتمثل الإناث 75% من إجمالي عدد الجرحى البالغ 72,156 جريحاً، كما شكلت النساء والأطفال ما نسبته 70% من المفقودين. تشير المعطيات الصحية في قطاع غزة إلى تحديات كبيرة تواجه النساء الحوامل، فهناك حوالي 60,000 امرأة حامل في القطاع، والمرجح أن تعاني نحو 15% من هؤلاء النساء من مضاعفات الحمل والولادة التي يصعب علاجها بسبب نقص الرعاية الطبية. تمثل النساء دائماً الطرف الأضعف في معادلات الصراع الوجودية، كما تتحول قصص تعمد العدو إذلالهن إلى جرح وطني كبير. وتوضح الوقائع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتقصد التنكيل بالنساء، وقد أظهرت أفاعيل جنود إسرائيليين هذه الظاهرة التي تحاول إهانة الشعب الفلسطيني عبر التعرض لنسائه. تشير هذه الوقائع والأرقام إلى اختصاص النساء بحصة كبرى من المعاناة الفلسطينية العامة، لكنها تعيد أيضاً تثبيت الطابع السياسي الوطني العام للنضال الفلسطيني ضد الاحتلال وتثبيت دور النساء الفلسطينيات فيه. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن الشرطة العسكرية اعتقلت 5 أفراد من القوات الجوية الخاصة للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب في أثناء عمليات في سوريا، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية. وذكرت وزارة الدفاع أنها لن تعلق مباشرة على هذا التحقيق، في حين نقلت الصحيفة عن مصادر دفاعية قولها أن تقارير الاعتقالات المتداولة في الدوائر العسكرية دقيقة. وذكرت الغارديان أيضاً أن 5 أشخاص متهمون في هذه القضية بقتل مشتبه به في سوريا في أثناء عمليات قبل عامين، وأوضحت أن ملفات القضايا وصلت إلى جهات التحقيق مع توصيات بتوجيه اتهامات القتل. الجنود 5 متهمون باستخدام القوة المفرطة في الواقعة، فيما ينفي جنود ذلك بحجة اعتقادهم أن القتيل كان يشكل تهديداً، وبالتالي فإن هناك مبرراً لقتله. وانتشرت القوات الجوية الخاصة البريطانية في سوريا خلال العقد الماضي، وشاركت سراً في القتال ضد تنظيم الدولة أو ما يعرف بداعش، ودعمت قوات سوريا الديمقراطية قسد شمال شرق سوريا. وأوضحت الغارديان أنه ليس من المؤكد أن تقود الاعتقالات إلى محاكمة، مشيرة إلى أن إدانات الجنود البريطانيين بارتكاب جرائم حرب أمر نادر للغاية. وبحسب الصحيفة فإن تلك التوقيفات تأتي في ظل تدقيق شديد على أنشطة القوات الجوية الخاصة في أفغانستان، في ظل وإطار تحقيق يعمل على فحص مزاعم مقتل أكثر من 80 أفغانياً على يد الوحدة. ولم تكشف الغارديان عن هوية الجنود المتهمين، ومن المرجح عدم الكشف عن أسمائهم في حالة وجود أي إجراءات أمام المحكمة، كما حدث مع قضية القتلى في أفغانستان. هذه مشاهدينا الكرام وقفة قصيرة مع الرسوم الكاريكاتيرية.
يرجع البناء الحالي للجامع القبلي في المسجد الأقصى المبارك إلى العصر الأموي، وهو بناء مسقوف تعلوه قبة رصاصية ويقع جنوبي المسجد باتجاه القبلة. والجامع القبلي هو المصلى الرئيس في المسجد الأقصى المبارك، وفيه تلقى خطبة الجمعة وتقام الصلاة، ويقع في الجهة المقابلة لقبة الصخرة من الجهة الجنوبية. أما باني الجامع فهو الخليفة عبد الملك بن مروان، وأتمه ابنه الوليد بين عامي 86 و96 للهجرة. وعلى مر العصور أعيد بناء الجامع القبلي وترميمه نتيجة العوامل الطبيعية والزلازل، واليوم يتكون من 7 أروقة أكبرها الأوسط. وفي السنوات الأخيرة تحول الجامع القبلي إلى نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال التي تقتحم في أثناء شهر رمضان المبارك لإخراج المعتكفين منه، إذ تمنع بقاء المصلين فيه بعد صلاة العشاء. فلنتابع الآن مشاهدينا الكرام المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. من حدا بيكون عنده مشكلة بساعده فيها، حدا عنده ضائقة أو وجع أو رسالة بيوصلها ل مثلا لحدا معني بوصلها، بحاول جهدي إنه يساعدهم وقف معهم اللي مظلوم بنصره. أو إذا كان حدا إجا لهون مثلا على المخيم بده تنظيم بده تعديل الأمور، بكون واقفة معهم وبظبط وضعهم، بكون دائما أمورنا سهلة، ما عندنا تعقيد بوضعنا. نحن دائما عندنا المرأة بس للبيت، المرأة لأولادها وللبيتها بس، ما تعودوا يشوفوا. مع العلم انه مجتمعنا من زمان صار في عنا الدكتورة، عنا الأنسي، عنا المدير المدرسي، عنا المحامي، في عنا مجتمعنا كتير، بس إسا ما تقبلت الناس هذا الموضوع، وانه يصير مديرة مخيم صعبة. او مو كل الناس، بالعكس في كتير ناس بيجوا بيشجعوني برافو، وفي ناس بيجوا بيحطوني او بيقولوا لي وين الزلم يعني، ليه ما بتقعدي انت خلي غيرك. والله هلق بالنسبة للمرأة، إذا بيكون رئيس مخيم مرأة يعني متخالتة أم أحمد، يعني متفهمين الأمر نحن هون إنه خلص أش من إجا مثلاً عم تفيد كل الناس أول شغلة، ومأمنة عمرتها شو من طلعت خلص إنه رايحة يعني مثلها مثل النسوان. عند بيكون زلمة يعني في إشكاليات كتير والله. والله تولي امرأة لازم يعني بهالوضع هذا، لأنه نحن نساء أغلبيتنا عم نتعامل مع رجال، لا الامرأة بتكون أفضل وأحسن يعني بالنسبة لنا نحن. إذا كانت موجودة امرأة لازم تشعر باحتياجات النساء كلياتها، ويعني لا تغزين بهالكلمة، أنا بإمكاني أجي إلا مثلا أنا شو محتاجة شو، لو كان مدير مخيم ما بإمكاني مثلا أقدر أحكي معه أو شغلي أو شيء. الصعوبات اللي مرت فيها النساء بلدنا قادرة تعمل كل شيء، اللي تحملت الحرب، اللي تحملت انه تترمل، اللي تحملت تفقد ضناها اغلى ما في بالكون،
اللي تحملت تعيش بخيمة بتعمل المستحيل. في نهاية جولتنا الصحفية مع صدى الأقلام، تقبلوا تحياتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.